والله بس شوفونا لوين وصلنا. Yeah, I'm not.
that mood باستخدام certain أو specific antimicrobial agent حسب الكلام. هنا ممكن طبعا نقول عندنا وضعيتين، ممكن نرسم اللي هو arithmetic اللي هو الخط كده اللينير يعني، ناخذ كعدد كامل يعني، والكيرف هيطلع لنا بالشكل اللي زي كده اذا استخدمنا الخان مقابل arithmetic line يعني بدون لوب او عدد الخفيف للميكروبس. هنا عشان دائما دكتور رياضية دكتور فيزيكس عشان حالة المسألة هذه انه ما يطلعش عندنا لينير لاين او لينير كير، هنا بيرجع لحكاية اللي هو ايش؟ اللوب. تمام؟ اللوب. اللوب لو اخذنا علاقة اللوب للنمبر اوف ديث على سبيل المثال، اللوب لعدد الميكروبس اللي بتموت على سبيل المثال مع التاج، هنا بيطلع عندنا اللي هو ايش؟ خط خطين. بطبيعة الحال هذا معناه انه ريت معين، ريت معين كل تايم يونت او يونت اوف تايم بموت بعد اكسبوجر للانتي مايكروبال ايجنت. هنا بقول على سبيل المثال لو بدينا مثلا بمليون مايكروب، مليون مايكروب 10 الى باور 6 مايكروب بعد اول وحدة يونت، خلينا نقول سكن على سبيل المثال، ما دام بنحكي عن اللوب ها لكن متوقع انه بعد مثلا 1 سكند قديش يموت من مليون لوب 10 خلينا نحكي قديش متبقي 100000 بعد سكند الثاني قديش متبقي لوب يعني لباور 10 تفضل مليون 100000 10000 1000 هي بتعمل واحد كده بطبيعة الحال زي ما انتم شايفين احنا اخذنا يمكن 5 سكنز عشان نشيل كل المايكروبس الموجودة. عشان كده لو بدينا بعدد أكبر بالتأكيد كنا نحتاج لوقت أكبر عشان بس نحن نحكي عن ليه. لو بدينا بعدد أكبر محتاجين لوقت أكثر انه ايش نطلب كل المايكروبس الموجودة. هنا طبعا الفيجر هذا مش مرسوم معكم بس عشان نمثل لكم نفهم حكاية اللوب يعني. هنا على سبيل المثال لو بدينا تايمز ان 0 مينت 1 مينت 2 3 لغاية 6 مينت، هنا بدينا طبعا في البداية قبل ما نستخدم الايجنت يعني بمعنى اخر الديث اللي هو 0 عدد المايكروبس اللي هو حوالي مليون او مليون، هنا بعد 1 مينت اكسبوجر اللي هو قد ايش؟ 900000 طبعا هذا اللي مات 900000 اللي ماتوا ما تبقى 100000 بعد 2 مينتس 90 اللي هو 10000 بعد وهكذا لغايه ما نصل للكمبيوتر اللي ممكن يتحقق ماكسيمم اتشيف من اللي هو يدخل تقريبا كل المليون. فالمساله في المساله هذه بتدخلوا عمليه لوب عشان نضمن انه المساله مرتبطه بالدين يعني بمعنى كل وحده يونت اوف تايم سواء سكن او يونت حسب اللي بستخدمها بموت عند نسبه معينه. عشان كده المسألة مرتبطة بالتايم، يعني كل ما زاد تايم اكسبوجر لنضمن انه عدد أكبر من أو كل ما زاد عدد البكتيريا كمان أو عدد الأورجانيزم برضه
تاخذ من الجوينت المتوسط للكيك. الاشياء اللي بتاثر في الوقت يعني بمعنى اخر بالافشنسي او نتيجه عمليه استخدام الانتيمايكروبيال ايجنت. انيشال بوبوليشن سايز اللي هو العدد اللي بنبدا فيه زي ما شفنا ما دام المساله مساله تايم معنى اذا كل ما زاد العدد بدنا ناخذ عدد او بدنا ناخذ وقت اكبر بمعنى اخر يعني. بريزنس اوف اورجانيك ماتر ان اكشن اوف كيميكال انتي مايكروبيال فهي برضه الميكروبس هذه جماهير يعني مش انه رمله خارجه كده وتركها لاي واحد يخش فيها يعني بمعنى اخر. هي لها انتي افكت بمعنى هي بتعمل اشياء او بتفرز اشياء او بتفرز اشياء ممكن تعمل انهبيشن للانتي مايكروبيا اللي استخدمناها يعني. في بعض منها طبعا عندها الاشياء هذه وفي بعض منها ما عندهاش لكن بالتاكيد اذا كنا بنستخدم او هذا بخلينا نتحكم في نوع المايكرو اورجانيزم اللي عارفينه اذا بتاثر كيميكال ما هل نستخدمه او ما نستخدموش على سبيل المثال. هنا بنحكي مثلا اللي هو تايم اوف اكسبوجر يعني كل ما زدنا الوقت بالتاكيد ما دام مساله ريت كل ما زدنا الوقت يعني بنعطي مجال اكبر انه نقتل اكثر عدد من الميكروب. مايكروبيال كاركترستكس بعض الميكروب على سبيل المثال مسلحه ومضربه باشياء تكميله يعني على سبيل المثال لو قلنا انه جزء كبير من الاورجانيزم اللي موجوده في مكان ما اللي بدنا نعمل سترلايزيشن جزء كبير منها على شكل سبورز. بالتاكيد يعني اذا استخدمت شويه كده صابونه وشويه ديتيرجنت مش هتعمل فيها ولا حاجه. وإذا كان فيجيتيتد حتى الفيجيتيتد في بعض منها بتختلف تأثرها من واحد لواحد أو من ثاني لثاني حسب إنه هل عندها أشياء توريزيس اللي هو الأنتي مايكروبيال كيميكال اللي استخدمناها أو لا يعني. خلينا نقول وات إز بوسيبل هاو إز إت بوسيبل أسروش كونتينر 1 مليون بكتيريا وتيك لونجر سترلايز 1 كونتينر هاف مليون يعني المسألة مسألة إنه العدد يعني كيف كل ما كان العدد موجود او اكثر معنى كده بتاخد وقت اكثر من الكيميكال اللي بنستخدمه عشان نخلصنا منها. زي ما انتم شايفين كده المساله ككير هنا لوب وهنا لوب هنا بدينا على سبيل المثال من عدد اكبر هنا عدد اقل زي ما انتم شايفين ما دام المساله ريت يبقى كل يونت اوف تايم احنا بنشيل نسبه كل يونت اوف تايم بنشيل نسبه بالتاكيد العدد اللي اقل بياخد وقت اقل في المساله هذه العدد اللي اكبر بياخد وقت اكبر للمساله هذه. عشان كده من ضمن الشغلات المؤثره او الفعاله او اللي المفروض عشان ما نستخدم انتي مايكروبيال ايجنت اللي هو تايم اوف اكسبوجر تايم اوف اكسبوجر. هنا نرجع برضه كمان مره نعيد افكتفنس اوف انتي مايكروبيال تريتمنت ديبند اون طبعا بالتاكيد شغلات بتتعلق بالمايكروبيال. على سبيل المثال time it takes to kill a microbial population is proportional to the number of microbes يعني كل ما زاد العدد بالتاكيد الوقت اللي بدنا نستخدمه بنزيد. microbial species طبعا and life cycle على سبيل المثال الاند سبور مثلا اذا كان المكان بنعمل له decontamination في اند سبور او سبور بالتاكيد يعني بدنا الان نحتاط بنوعيه الانتي مايكروبيال اللي بدنا نستخدمها على اساس نعرف ان الاند سبور ما بدهاش وسائل تقليديه او كونفشنال ميثود عشان نعملها او نشيلها.
variation of membrane permeability. جزء فاكهة أو جزء أساسي من الستركشر بتاع المايكرو أورجانيزم اللي هو الممبرين استحضر وظيفة الممبرين اللي هو الريجوليشن ايش بيعدي وايش بيطلع في الممبرين اللي هو السايز بتاع المايكرو أورجانيزم أو الخلية بشكل عام يعني ولا سميناه احنا سيلكتيف بارير مهم انه يكون سيلكتيف بارير اللي هو ايه يسمح لأشياء تعدي وأشياء ما تعديش بطبيعة الحال المسألة هذه في صالح السلم وإذا فرض السيل أو فرض البلازما بريد الخاصية هذه معنى كده في أشياء هتطلع وأشياء هتدخل فصل عن البكتيريا وفصل عن السيل طبعا هان أجينز ذا انترست أوف بكتيريا اللي بيكون بالإضافة طبعا إيش بنعمل؟ بنغير النيتشر بتاع المبرين احنا عارفين الديزاين بتاع المبرين اللي هو فوسفوريت البلازما الليبيد والروتينات الزعلي ممكن نلعب في حتة الليبيد ممكن نلعب في حتة البروتين المهم نشيل الليبيد او الخاصيه المهمه من البلازما ميمبرين اللي هي السيلكتيفيتي بتاعته اللي هو ايش مسموح يعدي وايش مش مسموح يعدي عشان كده بتتواجه ظروف في داخل البكتيريا او في داخل السيل مش مناسبه انها تستمر في حياتها. على سبيل المثال دامج تو ليبيدز اور بروتينز طبعا المكونات الاساسيه للبلازما ميمبرين دامج سواء للبروتين طبعا للبروتينات ممكن تشتغل ثانيه وتشانلز وقنوات لازمه للحياه شغل الممبرين يعني او الليبيد اللي هو الديزاين اللي موجود اللي من خلاله امبيدد بيكون البروتين والتشانلز يعني اي واحد يشيله فعلا بيحفز احنا على وظيفه الممبرين باي انتي مايكروبال ايجنت كيز سيلر ممكن توليك انتو ذا سراوندينج ميديا يعني اللي موجود هيسيح لبره يعني هيطلع لبره يعني هاي ابسط التخيلات اللي ممكن نقولها يعني انه الكونتنتس اللي جوا انها تطلع لبره هذا اذا بدناش نحكي على انه بعض البروتينات ممكن تفقد الفانكشن بتاعتها او الوظيفه بتاعتها وبالتالي تحرم الخليه او الممبرين من الوظيفه بتاعتها. طبعا كل المسائل في النهايه انترفيز وذ ذا جروث اوف ذا سيل. الخاصيه الثانيه او الاكشن الثاني دامج تو بروتين سواء في الخارج على البلازما ممبرين او في الداخل. واحنا في يوم من الايام قلنا لكم انه البروتين سميناه اللي هو هورس اوف ذا وورك ويذن ذا سيل. يعني دامج للبروتين، دامج للهرمون، دامج للانزايم، دامج للريسبتور، دامج لاي حاله شغاله ويذن ذا سيل تتعلق او مرتبطه بالبروتين. معنى كده الماكينه كلها بدك فيها بمعنى اخر. ماكينه السيل بدك فيها. دامج للنيوكليك اسيد. وش علاقة دم بس الدم اللي بيجي من الدم؟ هناك دمج بشكل مباشر للبروتين دي نيتشرك مثلا للبروتين
هنا التمج اللي هو بشكل غير مباشر انه بيوقف تصنيع البروتين اللي هي الماده الخام الدي ان اي اللي هو بصنع البروتين. وكل الحالات احنا بنوقف شغل ماكينه البروتين. طيب هنا بنصل لبعض التعريفات اللي فيها شويه فزلكه يعني. طبعا اللي هو هيت از فيري افكتيف يعني لما بنقول هيت از فيري افكتيف فاست اند شيب يعني كل التعريفات او اللي بنستخدمها هنا تتعلق باستخدام الهيت على اعتبار انه سهل والحصول عليه غالبا وسهل وتركيز وتدريب الذاكره يعني. خلينا ناخذ بعض التعريفات اللي طبعا تتعلق بعمليه الديسانفكشن وبدنا نستخدم مثال المساله هذه اللي هو الهيت او الحراره. خلينا نقول على سبيل المثال thermal dead point. thermal dead point اللي نقطة الموت الحرارية يعني بالفعل thermal dead point. lowest temperature at which a cell in a culture are killed in 10 minutes. أقل درجة حرارة اللي هي الميكروبس كاتشر بتموت within 10 minutes. يعني لو قلنا thermal dead point اللي هي 5 minutes. كيف بدنا نحط التعريف على 5 minutes؟ أو سوري خلينا نقول أنا أخطأت يعني لو قلنا الثيرمال ديث بوينت ثيرمال ديث اللي هي 70 ديجري على سبيل المثال. ولو أكثر ولو أقل إيش بده يصير؟ يعني بمعنى لو استخدمنا الثيرمال ديث بوينت اللي هي 70 اللي هو عند ال 70 خلال 10 دقائق بتفوت كل الميكروبس. طبعا اكثر من 70 اللي هو ايه كله حيكون بالتاكيد بوقت اقل بس هنا على سبيل المثال لما بدي اقول لكم تشتروا كده ماكينه او اداه على سبيل المثال اللي بيسموها بقول لكم من ضمن الكتالوج بتاع الثيرمال ديث بوينت اللي هو مثلا اللي هو 60. ها يعني بمعنى اخر ما بتفلسفش وبتستخدم 728 الا قبل من صدر عاد خرج الحبايب 728 وقال لك خلص هذا اللي بتستخدمها 60 وعند ال 60 لو استخدمتها بتموت كل الميكروبس اللي موجوده في 10 بيز. طبعا ممكن يقول لك 728 و100 كما يستخدم بس في الحاله هذه احنا ممكن نعمل له دابل الاشياء اللي بدنا نعمل له. عشان كده المقصود اللي هو لو استمرتشر ات ويتش organism died within 10 minutes. هاي مفهوم اللي هو low death temperature. واضحة؟ واضحة ولا ما واضحة؟ واضحة. طيب thermal death time هنا بنحكي عن time TDT thermal death time minimal length of time for all bacteria in a bacterial culture to be killed at a given temperature. يعني لو ثبتنا درجة الحرارة درجة الحرارة على سبيل المثال قول عند مثلا 50 وقلنا انه ثيرمال ديث تايم او سوري اللي هو ثيرمال ديث تايم صحيح كمان ثيرمال ديث تايم اللي هو معنى كده اللي هو 5 مينتس. يعني بمعنى اخر بمعنى اخر لو ثبتنا الحرارة عند اللي هو 50 يبقى الثيرمال ديث تايم في الحالة هذه اللي هو 5 مينتس. يعني نستخدم 5 مينتس مش تكنسل كده يعني برضه لو مكتوب في الكتالوج اللي هو الثيرمال ديث تايم اللي هو 5 مينتس معنى كده بدك تستخدم اللي هو على سبيل المثال عند درجه حراره ما طبعا بكون كاتبلكو اللي هو الثيرمال ديث تايم عند مثلا 50 بكون كذا قيمة عند 60 بكون كذا عند 70 بكون كذا بمعنى طبعا بده يكون ترزونا بين عشان تعرف الشيء اللي بدك تعمله ستابلايزيشن لاي ليمت بتحمل بمعنى اخر يعني. عشان كده بدك تستخدم له الثيرمال ديث تايم المناسبه اللي ما تعملوش دمج واللي في نفس الوقت تكون اقل وقت لازم عشان نخلص على الفاكتيريا اللي موجوده عليه. هنا من المصطلح كمان ديسيمال ريدكشن تايم دي ار تي ديسيمال ريدكشن تايم اللي بسموه احيانا دي فاليو دي فاليو دي دي فاليو decimal reduction time اللي هو دي فاليو is the time in minutes in which not the best bacteria at a given temperature will be killed. دي فاليو
time minutes, time in minutes بالدقائق اللي 90% من البكتيريا at a given temperature خلينا نقول will die. طبعا المصطلحات هذه بكره بنحكي لما بتجيكوا في ماكينه شردوها او حاجه كده شردوها بتقطعوا الاشياء هذه بتكون خارجين بعدين لو مكتوب عليها التي فاليو على سبيل المثال اللي هو 5 minutes مثلا مكتوب عليها بدك تعرف انه في 5 minutes لو استخدمت تسكين 5 minutes اكبر بكلر تايم على سبيل المثال في طبعا بكتب لك انه التي فاليو اذا استخدمت الحراره 50 اذا استخدمت الحراره 60 اذا استخدمت 70 كل واحده لها التي فاليو الخاصه فيها على سبيل المثال اللي هو طبعا اللي هو المنس التاكوس 90% من البكتيريا اللي ممكن يجي انشال عشان كذا خلينا نحكي خلينا نحكي للاحتياط او للشغل انه ايه لو بقول لك دي فاليو على سبيل المثال الماكينه هذا او الشيء اللي بدك تعمله سترلايزيشن مثلا اللي هو 60 مين انت بدك تستخدم 60 مين بتاع 5 مينتس طبعا عند السترلايز 60 على سبيل المثال بدك تستخدم درجه حراره او وقت اكثر من خمسه لا بدك تحكي في دي فاليو على 90% انت بدك تشيله كله يعني بدك تستخدم بزياده كمان عشان يعني عدى حاجز الخمسه اللي هو مكتوب عشان تضمن مكينة كل الماكرو اورجانيزم اللي موجود واضح يا جماهير؟ واضح موست هيت تمبريتشر اللي هو الاوتو بلاي يمكن لو درس واحد ثاني
سيشم مثل لأن نتائجها في غالب الأحيان أحوال أو الأحيان نتائجها مضمونة جدا جدا جدا. طبعا مش مضطرين أن نستخدم حرارة عالية جدا جدا عشان استخدمنا عوامل ثانية الثلاثة مع بعض الغرفة قلنا نتائج رائعة جدا. ستيل طبعا مصدر إلكتري كونتاكت ماتيريال تو بي سكرلايز يعني بدل هيك الشيء الشيء اللي بدنا نعمل له اوتو كليف يعني بدك تكون وجه العاصمة بالمعنى الآخر يعني في الشيء أو الكونديشن اللي بنحكي عليه هسه سواء كان في شغل ستيل مشى اللي هو مسلط عليه بشكل مباشر يعني. طبعا بريشرايز ستيل ريتش الكتري ريتشر الآن يعني خلينا نقول بسمع الاوتو كليف ونبدا كده نعمل له كاليبريشن والبرمجه بتاعته عشان مثلا انه شيء لازم نعمله. الآن نفس الجهاز بيكون عادة مبرمج انه لو بدنا نستخدم كونديشن ما حرارة حرارة اكزاكتلي والبرشر اكزاكتلي هيبقى التايمنج بمجرد ما نصل للكونديشن هذا يعني مش مجرد احكي على الزر وشغل تبدا العدد تبدا الوقت التوقيت لا التوقيت تبدا لغايه او العدد لما نصل الكونديشن بتاع الاوت بلاي نبدا من اللحظه هذا ستوب ووتش في الوقت او التايمنج بتاع نورمال اوت بلاي كونديشن اللي هو 100 121.5 4 15 minutes يعني لما احكي تايمنج وقتيش ببدا استخدم التايمنج اللي هو 15 minutes لما اصل اللي هو اف 121.5 طبعا ال 15 بشر في اس اي هذه لما نصلها هنا بتبدا عمليه التايم مش مجرد ما اشغل اوتو بليف ابدا اعايد 15 دقيقه بمعنى عقل الاحوال بتكون الاجهزه الحديثه تبرمج الان انه يبدا يعمل تايم بمجرد ما يصل للكونديشن بتاعت الاوتو بليف. طبعا رايت ديستراكشن اللي هو بدها كام شوف الكونديشن بتاعت الرايت اللي هو 132 لا 4 ساعات ونص طبعا هي في الموجود مفهوم هذا أمكن كثير من السبورت أمكن كثير وأقوى كثير من السبورت من هاي كمان شو بعرف هي عبارة عن سجون عن إيش بس بالعرض يعني ولا كيف؟ بس هي بقى بصير يعني مثلا كمان زي ما في بيها ما خلص يعني تكون انليميتد برا الجسم كانها تكون ضد الجسم ايش ما فيش فيه؟ ايش؟ بس هي بقى بصير شخص بروتين اخبارهم بتلاقي شيء بتذكر في البول اللي بتاكل في نفس اللي هو الديزيز بتاع بيقول البطه على البنات اللي هو عباره عن انفكشس بروتين نفس البروتين نفس البروتين خاصه لما الناس اللي عندهم الزهايمر ديزيز اللي هي ديجنريتف ديزيز وعندهم بروتينات احيانا كده بتتحول لانفكشس ايجن وبتاثر على بروتينات ثانيه وبتحولها كمان لفايروس بمعنى اخر. هذا عباره عن بروتين يعني بمعنى اخر عشان كده الكونتيشن بتاعته الكونتيشن عاليه جدا 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 عشان نعمل له ديناتوريشن او نتخلص منه. اللي طبعا الكونتيشن هذه اعلى من اللي بنستخدمه مع اللي هو ايش؟ مع السبورت. طبعا اوتو كليفنج اللي هو زي ما انتم شايفين احنا ما استخدمناش نسبيا يعني حراره مش كثير 121.5 اشياء كثير بتتحمل الكونديشن هذه مع السبيد مع البرشر يعني عشان كده ثيوريتيكلي ممكن نستخدم الاوتو كليفنج والحلاوه بتاعته يعني ممكن نستخدمه مثلا في الكالتشر ميديا انسترومنتس دريسنج انترفينس اكوبمنت ابليكيتورز سولوشن سيرنجز كل الاشياء اللي بتتقاوم او بتقاوم او بتحمل الظروف هذه الان 121.5 ممكن نعملها اوتو بليف يعني 121.5 حراره كثير في وقت الحراره الثانيه طبعا لحالها مش هتشتغل 121.5 مع البشره مع الورد مع كل الاشياء الشغلات اللي ممكن تتحمل الكونديشن هذه وشغلات كثير موجوده يعني ممكن نعملها اوتو بليف وبالفعل نعملها سيرلايزيشن. طبعا هاي فكره اللي هو الاوتو كليف الصوره هذه مش معقول في عندنا اسهم حمراء وفي عندنا اسهم مش حمراء اسهم زرقاء الاسهم الزرقاء اللي تمثل كذا هاي طبعا البوابه هذه اللي بتلف تفتح معنا اللف وتفتح معنا واكيد في كوبشايه للكهرباء واكيد في يمكن له عجل لما تكون على حاجه بس مش هذا كل المهم يعني المهم المهم يعني عشان توفير في كل مكان لمكان بس احنا بنحكي على الشغلات الفيزيكال او الثير بتاع اللي هو الاوتو كليف انه هنا بكون طبعا اوريدي في اير هواء عادي و
والهواء العادي لما نبدا نشغل عمليه الاوتوكليفنج بدنا نفرده من المكان عشان يحل محله اللي هو البرشرايز ستيل او البخار اللي موجود تحت الضغط طبعا مع الحراره. عشان كده المدخل بتاعنا اللي هو ستيل سبلاي بيكون من الحته هذه طبعا هيدخل كده ينتشر في المكان وفي النهايه اي ايفل او اساس موجود بده يطلع بره كده. لاحظين انه هنا النوب او الفتحه هذه عشان تعطي مجال للهواء الاولاني اللي موجود قبل ما يبدا عمليه اللي هو يعطيه مجال انه يطلع. والحلو كمان في الموضوع انه النوب او الفولت اللي موجوده هنا اللي بسموه اوتوماتيك انديكتور فولت طبعا غير مستفيد لي كنترول، يعني هو بضل فاتح عشان يعطي مجال للهواء اللي موجود من الاساس انه يطلع لغايه ما توصل الكونديشن بتاعت الكونتريلينج خلص مسكر لحاله. مع انه مسكر لحاله كده اللي هو ستيم بريشر الاسهم الحمراء هذه اللي انتشرت جوا برضه طبعا مكان الهواء العادي. معنى كده وصلنا الكونديشن بتاعت الاوتوكلوري هنا حيسكر خلاص هذا كله موجود جوا اللي هو البريشر مع البريشرايز البريشر مع البريشرايز ستيم. هنروح الالوان بتاعنا اللي هو برنت عليه عن ان انا عملت اوتوكلوري. هنا لما بدنا نخلص المساله هذه خلص فينا طبعا هذا عشان تعطينا ميجرمنت او ميتر كده عشان نقيس كمية البرشر اللي موجودة. هنا لما نخلص التوقيت بدنا نتخلص من البرشر هذا نفك منه، يعني هنا في فولت كده بنفتحه خلاص بنطلع بنطلع بتاع كده البرشر هذا وبتنتهي عملية الاوتوكليفنج. بس هنا برضه مش بيكون عنصر امان في الموضوع، يمكن كل كونتر في هذا الموضوع الصفارة بتعرفوها؟ الصفارة الصفارة بس في حاجة ثانية على الكاميرا على الغطاء بتلاقوه اللي هو ايش؟ كده هيك فتحة بس صغيرة كده ايش؟ هذه فتحة الأمان بمعنى انه لو زادت الكونديشن أكثر من اللازم هذه ممكن تفتح وتطلع اللي هو البخار بشكل سريع. عشان كده تفتح عن البشر هنا لازم يكون في عنصر أمان انه بحيث انه لو الكونديشن زادت عن حدها طبعا ممكن توصل لحد انفجار. هنا الفتحة هذه بتفتح عشان كده ايش؟ يطلع البشر بس على كل الاحوال الكونديشن البرمجه هنا زي ما انتم شايفين عشان يعمل اوتو بلاي حسب الوقت او حسب البرمجه بتاع الجهاز. في النهايه لما يخلص هو خلص بطفي بصير اوتوماتيك كده هيك بصير يطلع البخار لما يبرد كده. نحن بنقول لك الفولف هذه ثيرماتيكلي اللي كنترول لما تبرد الحراره بصير تفتح اوريدي ويطلع الهواء اللي موجود فيها وكده بنقول عنها هو باسترايزيشن. باستر يعني زمان احنا ربطنا المساله هذه بالحليب، دي وضعها نعمل من كده الحليب وبعدين كانوا يفهمونا شغلات غلط على فكره. السحر بسرعه وبتفلت بسرعه. السحر بسرعه وبتفلت بسرعه. لا ما احنا ليش كانوا يفهمونا؟ انه الباستر بتاعت الحليب بسحروا بسرعه وبرضه بسرعه. بيسخنوا بسرعة وبيبردوا بسرعة. ليش؟ عشان الميكروبات مع الحرارة هذه بتستهلك 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 هي الفيزيكال كنترول ايه؟ برضه احنا لسه في وسائل الفيزيكال كنترول اللي هي بتعتمد على التمبريتشر بتعتمد على الموستشر بس بطبيعة الحال مش بنفس الكفاءة ونفس الآلية اللي استخدمناها في الأوتو كليفنج. الأوتو كليفنج عشان ندور فور ستيرلايزيشن هنا بتدور على ستيرلايزيشن هنا بتدور ترفع حراره كده هيك تفرغ من السماء وخلص. عشان كده الهدف اولا واخيرا للباسترايزيشن اللي هو ايه؟ ريدكشن للنمبر اوف اورجانيزم مش ستيرلايزيشن ريدكشن. طب احنا بنستخدم الاشياء البلدت منها الحليب منها بعض السوائل بعض الكيميكالز ممكن نعملها باسترايزيشن عشان كده نرفعها على حراره اللي ما تاثرش على الافشاص بتاعتها وفي نفس الوقت تزيد اكبر قدر من الميكروب اللي موجود. شوفا طبعا سيجنفكت نمبر اوف ريدكشن سبيشالي سبويلد اند باثوجينيك اورجانيزم يعني الشغلات اللي ممكن تعمل زي في الحليب او بعض الاطعمه او بعض السوائل يعني اللي ممكن تعمل سبويلد او تفسد طعمه بمعنى اخر. طبعا داز نوت ستيرلايز الهدف من المساله مش ستيرلايزيشن ريدكشن النمبر عشان نعطيها اكبر مجال ممكن من الوقت انها تخدم او تظلها موجوده بمعنى اخر. طبعا مش طول العمر ومش خمس ست اشهر مثلا يعني الحليب اللي انبسط ممكن يكون شهر اكثر
خالص مش عالية خالص خالص لا ما بتقدرش استخدم مع بني آدم يعني ما بتقدرش عمل كاستراتيجي لبني آدم يعني أسفله لسبعين مثلا وحاجة زي كده ها ومع كل الأحوال إذا تسخيروا فربحتوا فكانوا بيجربوا أشياء إيش ممكن تخلص من ضمن الشغلات اللي جربوا سخروا لسبعين بس هم كانوا مقتنعين تماما ما بتقدرش عمل تسخير لسبعين لبني آدم بس هذه لما تتعلم وما زالت استفادوا منها في تعقيم وتنظيم الزوارع طبعا الكلاسيك ميثود اللي هو الطريقه اللي زمان كانوا يعتمدوها ويستخدموها اللي هي 63 فور بيمنت بعد كده صارت تطلع كده كونديشن فارغ بنزيد الحراره شويه عشان ننقص الوقت طبعا الامريكان بيستخدموا حاجه بيسموها فلاش فلاش باسترايزيشن اللي هي هوت تمبريتشر شورت تايم يعني علّ الحرارة عشان تنقص الوقت هذا يسموه فلاش باسترايزيشن بس من تدينيه لخصوصا يعني هاي الشيء اللي بدي يعني مش معنى كده إنه زي ما قلنا 63 لـ30 متر لو رفعتها لـ70 ممكن تنزل لـ25 لا أنت بتنزل بشكل كبير خالص خالص يعني الزيادة البسيطة في التمبريتشر هذه ممكن تعطيك مجال إنك تنزل في الوقت اللي عشان كده بيسموه فلاش يعني كده هو مضاف بمعنى آخر فلاش باسترايزيشن اللي هي طبعا اتش تي اس دي بيستخدموها الامريكان 72 سكند شوف انت قديش ارتفاع البسيط نسبيا يعني ارتفاع الحراره وقديش نزلت الحراره اللي هو في الوقت اللي بالتاكيد يعني هذا برضه بتعطينا نفس الايفكت بس هو السؤال والكلام انه يعني هل الشيء اللي بدك تستخدمه يعني لو شيء ما تحملش 72 تقدرش تستخدم الوسيله هذه بدك ترجع للكلاسيكال ميثود السؤال يعني ايش اللي بيتحمل التمبريتشر هذا اللي هو معناه عشان كده يعني معنى حدود او معنى ليميت التمبريتشر اللي بدنا
ليش يتعاملون لنا من جماعة سواء روح أو بستير كانوا يتعاملوا مع المكروف مع التزيز والحاجات اللي زي كده يعني هم من ضمن الشغل لابوا أنه كتير كيف تتحمل شكلهم مش هذي بس بالتأكيد يعني أنا ما بقدرش أستحي مع بلا هذا عشان كده هم كان يمكن خلينا نقول بالصدفة اكتشفوا شيء في مكان ثاني غير اللي هم معنيين فيه هم معنيين أنهم بتلاقوا علاجات أو كيف يتخلصوا من المكروف صح بتخلص من الكونديشن هذا بس الكونديشن هذا ما تحملها بلا هذا نرفع مرض مثلا ل 70 ولا 80 طيب بس الوقت خلص كده بس خلينا نشوف في حاجه كده طيب بس بدي اوريكم اللي هو الامتحان بعد التعديلات فعلا انا لما رجعت يعني من اول محاضره فاتت لما طلعت كده في شغله بتاعت اللي هو الصفرين عجبني زي كده انا لما شفتها كده قلت ما دام انا يعني ممكن متلخبطوا المساله هذا اكيد متلخبطوا شغلات قبل من هيك يعني فقلت بدي اروح اشيك عليه يعني وشيكت عليه بس بدي اوريكم بشكل سريع طبعا نتائجكم تعدلت يعني بناء عليها يعني خلص تعدلت كل واحد حسب شو اسمه بس خليني بس اوريك بالتالي التعديل وبعد كده اللي بده يقول عشان ما تقولوش الزلمه طنشنا يعني بس بس بعد المحاضرة الثانية لأنه في كمان محاضرة الآن أي بعد المحاضرة الثانية طبعا عدلناها اللي بعد السفر انا عدلتها للكل هذا عدلتها يعني انا مش كاتب يعني بس عن الورق هذا تعدلت للكل يعني رجعنا للورق اللي كاتب واللي مش كاتب يعني عشان كده بس مش كلهم يعني بس كم من ايش اسمه الشغل